والإنسانية صدام حسين بن محمد نجيب. في براسك انت علينا العيد اللي ضحوا فيه على ضحوا به صدام حسين، والذي كان ماشي معي للجامع للصلاة ترجم تمت الصلاة وخرجت وبعد يرجع لجيت وفهمت يتحدثوا مش من نهار تلعب وقتها هنا يطلبوا فيه الناس عشان هي ردودك كل حد كما تعرف الناس كل ما تأثر الناس كلها كيف المواطن البسيط كيف المواطن العادي كيف الناس كل كيف فهمتي الناس كل حد وإحساسه فيه يقول عيدوا فيه يقول ما نعيدوش المهم انا قلت نروح للعائلة نعمل ضحية انا مالي كان باصحابي وعندي برشا بيبان نخرج عليها ما نمصطش عليهم العيد وان كان انا ما عنديش بال في العيد لكن كي وصلت الدار نلقى احساس العائلة اكثر مني نتبارك الله عندي برشا وليدات ويقولوا التلفزة في صدام جابوه في الاشهار وهم يخلوا هاك الحمل اللي يتحرك في الكانون بمهم كل زاد خلط سي صدام اللي خليته مع اصحابه قال لي يا بابا سمعت خبر اخر ان شاء الله خير قال لي قالوا لي اللي اسمهم صدام الكل باش يعادموهم في العالم الكل قلت له هذه حاجه باهي اش خصنا قال لي اش خصنا قلت له ما عجبتوش ومازال وقتها صغير قال لي عادوني واش خصنا قلت له واش خصنا ندخلوا في التاريخ فهمت يا تعادوا بصدام حسين اللي حارب 34 دوله اللي بعد فهمها قلت له ولدي كان قاعد حي راتو يجي الوقت والجيل معك جيلك انت ولا اللي بعدك يولوا يقروا في التاريخ على صدام حسين كان فهمتي متنا الناس كل باش تموت راهي وربي يرحم كل الأمة الإسلامية والعربية كي ريت الولاية كاكا وإحساسه عملت ما نقولش لكم قصيدة ما شبه القصيدة فيها حوار بيني بينه قلت له شوف ولدي كل راستك وثلاثة أقلام ورسم لي صدام ورسم لي المشنقة وقاعة الإعدام قلت له شوف ولدي كل راستك وأقلام أحبار وسطر بالمعيار سجل لي التاريخ الساعة وفين نهار ارسم لي واش صار ابداها من خيوتك ابداها من خيوتك وامك في الدار التبكل على النار وارسمني باباك دمعي على الاشفار ينص حيار حيار وارسم ولدي التلفزة ونشرت الاخبار وارسم لي الاشهار وركز على صدام مسلسل بالزيار من تحت البلار ما بين قناعات انفسط الخنار لا الدعدع لا زعزعوا فعل الفجار لا حمار ولا صفار رغم احتل المشنقة داير جرار يشوف له بالابصار لا فجع ولا خوف ولا هو غيار وارسم ولدي وارسم ولدي المعجزة بامر الجبار واكتب اكتب الاستغفار وارسم قبر الشهيد بالملف اليخضار ورشه بالنوار وبدل ولدي نظرتك ورد الرادار ارسم الاستنكار ارسم الاستنكار وارسم منها مناسنا الفدين انصار وحسنوا على المغوار وولت صبحة عيدهم دفلوا مرار وارسم ناس البايعة شرفنا بالعار وحط حروف كبار حط حروف كبار وقوس بالتسويد على الكلب الغدار طحان الكفار ارسم وجه الباعنا لابس بنوار دين جورج وبلير ورسم منه وتابعوا وباعوا الاسلام وضحوا بالذرغام الله اكبر يا ربنا شنقوها حرام هات ولدي كل راستك وثلاث اقلام قل له شوف ولدي كل راستك واقلامك وين حضرهم الاثنين وشوف لنا في دارنا وكتاب الستين وعم العلم وعين ابداها بالفاتحة واقرا ياسين على صدام حسين واقرا لي الرحمن وبعض صبر اخرين وادعي ادعي بقلب حنين هذا عيد اسلامنا هذا عيد اسلامنا على شرع ودين لكن جانا رزين ما كانش في حسابنا هالفعل الشين ارسم ولدي
حالتي والوجه حزين ورسم دمع العين ورسم قلبي شاك عليه السكين ينزف مش نبين ولالي نايحة وبرشا نساوين يهزوا بصوت حنين ينكوا نقة شارقة بين البينين من بر القصرين توصل حتى القدسنا في فلسطين. ورسم ولدي الواقعة ورسم فجر الواقعة 12/30 في 26 وخطط في الارشيف ما دمنا حيين يبقى بعد سنين ينبي الجيل البعدنا على العار منين. ورسم جيش الطاغية والخوانين واعملهم صفين واكتب ما بيناتهم يا بيوعين. ارسم وجه البعنة ارسم وجه البعنة بغنج الطاجين وزيدوا بالتلوين ارسم له على جبهته حلوه في سنين يصلح بالكلبين بلير على اليسار وجورج على اليمين واعملها عناوين واكتب هذه القائمة اكتب هذه القائمة من بر الشام وهضوم الاسلام ورسم لعنة عام ممعد على يتام. شوف ولدي كل راستك وثلاث اقلام ورسم لي صدام ورسم لي المشنقة وقاعة الاعدام. المرة التالية زاد خاطبت ولدي قلت له اكتب ولدي على عام 11 وما تنساش تحط 13 شهر واحد يوم 14 اكتب قلت له اكتبها بعزة وكرامة وهتحط على قبل العام ابدأ من ينبقصت الاعلامة وهات القصة بالنظام وسجلها ماجر وهمامة وما فيها مشيمة وشهام وطير ولدي بخفة الحمامة دور بطن الخضرة بتمام من بنزرت البو شمامة حتى لحدادة الارسام وهز فيدك من الورد شلامة وزرع في مقابر الاكرام وعزي في الوالد والماما وبلغ لي تعازي وسلام وجيب قفصة واولاد سلامة وعقب على الماشن حوام ووين تفوت ورا سمامة توتيا تاغة والاهرام حط وانقصعوا كل رخامة واكتب رحمة كل سلام ودير كل شهيد علامة بلون احمر شاهد بدوام وخف قريشاتك تتوامة دور بالقصرين حزام ونادي معاك على الرصامة وحضر الإذاعة والإعلام واعمل لي صورة بضخامة ثورة وثاير بالتزام احتضنوها بقدرة وزعامة شباب ورجال زعام وطنية وغيرة وشهامة صناديد فراسين دحامة فراشيش الطابع والسامة جابتهم زرقة لوشام لا يخافهم دلس بالظلامة لقطيع رصاص وغشام يدسوا على النار اللهامة من أجل وطن وشرعة قام وخلي ثورتنا بسلامة مش حديث كلام ولدي الدنيا كالدوامة يدور فلكها مع الأيام نخلو الناخب في تخمامة ونوخذ ما جابت الأقلام احنا نحبو حكومة بسامة تشغيل وعدل ونظام ولا تاكل من رزق يتامى لا تفك متاع الخدام لا تبني للظلم إقامة ولا تتبنى تحيا حرام ونحبوا البطالة خدام وتحسين معاش وهندام معانية بعيدة وتطرامة ندخل في شعري للغام شواشيني تنسج رقامة وزادتني الثورة للهام بكيت مع الأم التتهامة اللي تصدمت فقدت الأحلام بكيت على ذراري صدامة ماتوا في 16 عام التجرح